كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قبة طلبا عن اتفاق مسبق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه في مشروع الموازنة، وبعدها تم إرسال مجمل المشروع إلى مجلس النواب العراقي. وأضاف أنه حتى اللحظة ليس هناك أي مقترح بديل للمقترح الذي أدرج في مشروع الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية. وأكد طلبا أنه لا صحة لما يقال عن بيع نفط الإقليم لمدة 50 عاما لتركيا، كل ما هو موجود هو اتفاق لنقل وتسويق النفط عبر الأراضي التركية. وأوضح أنه طلب في المباحثات مع وزير النفط الاتحادي تأسيس شركة تسويق فيدرالية تضم جمع المكونات، ويكون ضمن هذه التشكيلة ممثلين عن الإقليم في حال يكون التسويق أو تسويق نفط الإقليم عبر شركة سومو.